دلوقتي هم خارجين خلاص من هم خرجوا خلاص غرفة الملابس ورايحين للمؤتمر الصحفي أو الغرفة اللي هيتعمل فيها المؤتمرات هو الحقيقة الصحفية. كمان قاعة المؤتمرات الصحفية اللي مزود بيها الاستاد الأهلي حقيقة على أعلى مستوى، يعني احنا مع الزملاء واحنا بنحضر للافتتاح شفت قاعة مؤتمرات يعني لا تقل الحقيقة عن أي قاعة مؤتمرات في أي ملعب من ملاعب أوروبا، ودي هتبقى مخصصة للمؤتمرات الصحفية صحيح. طبعاً وهيبان فيها بقى الوايرلس وهيبان فيها ازاي الكاميرات بتجيب الناس مش مجرد صحفيين بس كمان صحفي كمان اعتقد هيجد تجربة ثرية جداً وفريدة جداً ثرية تدفعه لمزيد من التقدم اهي طبعاً. يعني التجهيزات المعدة للسادة الصحفيين والإعلاميين اللي هيبقوا بيغطوا مباريات النادي الأهلي إن شاء الله على استاد الأهلي هيجدوا تجربة مختلفة تماما، سواء من ناحية التقنية أو من ناحية التجهيزات والتسهيلات اللي بتوفرها إدارة الاستاد للعاملين في مجال الإعلام بمختلف أشكاله وأنماطه. يعني الحقيقة يعني الحالة اللي عليها الاستاد، كنا في ماتش مصر وفرنسا النتيجة كانت 5-0 يعني لصالح فرنسا، كان معاك كابتن حماده امام رحمه الله كان نائب رئيس الاتحاد المصري، واحنا نازلين تحت على نفس الملعب استاد دي فرانس افتكرت بقى دلوقتي اوضه المؤتمرات وحضرتك بتشرحها الحقيقه احمد تقريبا نفس النسخه يعني بدون اي مجامله، انت عارف انا غطيت كصحفيه مباريات كتير قوي بطولات كتير قوي بره مصر، بس فعلا الصوره اللي شفتها على الشاشه واللي شفناها من تحضيرات للبريس روم ما تقلش ابدا عن اي بريس روم دخلتها في حياتي. صحيح. هنا وجوب احترام المؤسسات واستادات والنادي الاهلي طبعا، لانه كابتن حماده امام رحمه الله كان خفيف الظل، فاول حاجه قالها لي لما بقينا في الهول اللي هو فيه يعني نجف وحاجات زي ملعب الاهلي دلوقتي ده فرنسا في باريس، قال لي حاسب تعالى نقلع رجلينا لحسن احنا كنا داخلين يعني مكان ما ينفعش ندوس عليه بالاحذيه يعني فبالتالي بقت عندنا النسخه. شفت ازاي في جيل تاني كنا بنحلم ونامل انه هيكون عندنا نسخه، النهارده الاهلي واستادات يعني ادوا امانه مهمه جدا.